بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثالثة اللحن وأنواعه ونتكلم عن تعريفه لغة واصطلاحا. أما تعريف اللحن لغة فهو الخطأ في القراءة. فإذا أخطأ القارئ بقراءته من ناحية لفظ الحروف أو تشكيلها فقد وقع في اللحن. هذا من ناحية اللغة، وأما اصطلاحًا فهو العدول عن الصواب في قراءة القرآن. وعندما نقول العدول عن الصواب، فإنه يشتمل على تغيير بنية الكلمة بأي شكل من الأشكال. سواء أتى هذا التغيير إلى شكل الحرف أم إلى الحركة التي عليه فهذا شامل لكل انحراف عن الصواب في قراءة القرآن هذا اللحن له أقسام القسم الأول اللحن الجلي وسمي جليا لأنه واضح لكل قارئ يدركه اي متامل ولو بشكل يسير وذلك يحصل بابدال حرف بحرف او حركه بحركه فمن ابدل حرفا مكان حرف او غير حركه من حركات الكلمه القرانيه فقد وقع بلحن جلي ولنضرب امثله على ذلك فمن قرأ صراط الذين هكذا قرأها بالزاي بدل الذال أو قرأ المستقيم بدل المستقيم فإنه قد غير حرفا بحرف فيعتبر هذا لحنا جليا واضحا لا يخفى على أي متأمل وكذلك إذا أبدل حركة بحركة، فمن قرأ (الحمد لله) بهذا الشكل فإنه قد أخل أيضًا بحركة الحرف بدل الحركة الأصلية الصحيحة، وهذا يعتبر أيضًا من اللحن الجلي. هذا النوع من اللحن حرام باتفاق القراء ولا يعذر به أحد وقد يؤدي تغيير مثل هذه الحركة أو مثل هذا الحرف إلى معنى فاسد جدا لا يقبله أي مسلم وهذا معروف وسننبه عليه بدروس قادمة يجدر بنا أن ننبه إلى الحكم التالي: ما ثبت بقراءة صحيحة سواء كانت متواترة أو مشهورة فلا يعتبر لحنا لأنها متصلة السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك لا يعتبر لحنا، وأما ما ثبت بقراءة شاذة فهذا غير مقبول ايضا هذا هو النوع الاول من انواع اللحن النوع الثاني من انواع اللحن اللحن الخفي وذلك كقصر الحرف الممدود او عكس ذلك مد الحرف المقصور او غنه الحرف المظهر او عكس ذلك اظهار الحرف المغن وامثلته كثيره فمن قرأ اذا جاء بدون مد فقد لحن لحنا خفيا والصواب ان يقرا اذا جاء بهذا الشكل او مد كلمه من شانها ان تق ان تكون مقصوره بان الحمد لله رب العالمين فقد اضاف المد في وسط الكلمه ولا مد هنا كما هو معلوم او اغن الحرف المظهر او اظهر المغن فمن قرا من يشاء بدون غنه فقد لحن لحنا خفيا وهذا اللحن كما قلنا يعذر به عامه الناس ولكن لا يعذر به اهل العلم الشرعي وطلابه لذلك حكمه كان معروفا انه مكروه عند اهل العلم من الاختصاص الشرعي ولكن عامه الناس معذورون به والله اعلم